اليوم مباشرة من المونستير سامي اسطنبولي وتحديدا موجود في مونوبري باش يحكي لنا أكثر على احتفالات بمناسبة عيد ميلاد 89 المونوبري. مرحبا سامي, صباح الفل. مرحبا, صباح الفل. مرحبا بك أمين, مرحبا بكيف مستمعي موزايك اف ام. أمين, احنا في مستير وتحديدا في مونوبري أبسوربا. مونوبري ومناسبة الاحتفال بال 89 أنيفيرسير نتاعو, نلقاو فيه أجواء كبيرة برشا باش يفرحوا الحرفاء نتاعهم. كوتي ديكوراسيون أمين شيء كبير, نلقاو كوان مزيان برشا فيه دي بروموسيون, شيء هبل يمس كل لي برودوي الكل براتيكمون, الالكتروميناجي لي برودوي فري لاليمونتاسيون لي برودوي كوزميتيك. ونلقاو ايضا من الفوتو بوث كيف كيف نلقاو دي كادو برشا كادوات, واهم حاجه امين زوز كراهب اللي اكسبوزي في باهو مونوبري ابسوربا مستير. واضح يا سيدي, يعطيك الصحة. ملا جو ملا شيخات مع مونوبري في المونستير. نذكركم اللي حتى لنهار 12 جوان مازالوا زوز كراهب للربح, وزيد عليهم مليون كاش الكتروميناجي تربحوهم كل يوم في مونوبري. ملا جارية تمشي تعمل جارية لمجازان مونوبري بالكارت مونوبري سمايلز باش نجموا تدخلوا في عملية القرعة وتكونوا من الرابحين. ادخلوا حالا على الباج فيسبوك مونوبري تونيزي وين تلقاو بوست بانجليت بارتاجيوه في لي سوفنير الممتازين برشا ولي كومونتير اللي تنجموا تخليوهم ينجموا يربحوكم مليون كاش. سامي يعطيك صحة, بارك الله فيك.